خلينا نروح لقضيه مهمه جدا، واحنا بنتكلم عن انتظام بطوله دوري عام ممتاز، بنتكلم عن تطوير مسابقه، تطوير تحكيم. لو عايز تطور صح لازم دايما تبدا من تحت. طور من تحت، طور مسابقات الناشئين، مسابقات البراعم، اعمل منظومه ناشئين قويه علشان دايما يبقى عندك القاعده صح. وده اللي انا بتمنى وبنادي بيه من دلوقتي كل الساده المسؤولين، كل الساده المسؤولين في اتحاد الكره على راسهم الكابتن علاء نبيل ان شاء الله، اللي هو قدر المسؤوليه، ان احنا نشوف مسابقات ناشئين ان شاء الله خلال السنه القادمه تهدف الى دوري قوي، نشوف منه لعيبه للمنتخبات. عايزين نرجع نشوف منتخبات الناشئين والشباب والاولمبي مره ثانيه، نشوف مصر وهي بتمتلك قاعده كبيره جدا من المواهب. هنطرح النهارده قضيه، والنهارده هيكون معانا مداخلات مهمه مع بعض رؤساء قطاعات الناشئين علشان نشوف رؤيتهم وتصورهم وآمالهم للفتره اللي جايه المهمه. لكن خلونا نروح في البدايه للمدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي الكابتن بدر رجب اللي مشرفنا على التليفون. تحياتي ليك يا كابتن بدر. بلقاء ليك يا حبيبي. كل سنه وانت طيب في البدايه. وانت طيب يا حبيب قلبي، وعيد سعيد عليك وعلى الامه الاسلاميه كلها يا رب. امين يا رب. انت النهارده موجود في بني سويف يا كابتن بدر، ولا في سوهاج، ولا في اسيوط، ولا فين النهارده؟ لا انا بكلم حضرتك من بني سويف. بني سويف. طيب خلينا نبتدي مع اختبارات النادي الاهلي يا كابتن بدر. يعني منذ الاعلان عن اختبارات النادي الاهلي ما شاء الله في قبول، او في يعني لعيبه كتير جدا موجوده في الاختبارات. بدات الاختبارات في مدينه نصر، بعد كده في الشرقيه، الغربيه، الاسكندريه، السويس، النهارده موجودين في بني سويف. كلمنا على اختبارات النادي الاهلي وخطوه جيده يعني ان احنا نروح لاهلنا ولاعبينا في صعيد مصر. خلينا بس يا كابتن اسامه نوضح حاجه، ان احنا قصه ان الولد يجي لنا عندنا القاهره دي قد تكون بنسبه 50% ملغيه، انك انت اللي تجي لنا. احنا دلوقتي بنروح للولد لغايه بيته ولغايه المحافظه اللي هو فيها، بحيث ان احنا نوفر عليه التكلفه والمجهود والتعب، يبقى احنا بنجي له في المكان اللي هو فيه بحيث ان هو يطلع كل اللي عنده، يبقى متواجد وليه فرصه في الناشئين وقطاع النادي الاهلي. وده اللي سعى عليه كابتن محمود الخطيب ولجنه الكوره، ان احنا الاختبارات بالنسبه لنا تبقى اختبارات مش تقليديه، تبقى اختبارات جديده وكلها مرتبطه بان احنا نختار لعيب يمثل النادي الاهلي ثم يمثل المنتخبات الوطنيه. فاحنا النهارده في بني سويف، ان شاء الله بعد بكره هنبقى في اسيوط، بعده هنبقى في احتمال دمياط او الغردقه، بعده هنبقى في سينا. فاحنا كده لفينا كل ارجاء مصر عشان نجيب لعيبه تفيد النادي الاهلي ثم تفيد المنتخبات، سواء على مستوى البراعم او على مستوى الناشئين او على مستوى الاولمبي او على مستوى الفريق الاول ان شاء الله. كلمنا عن اللعيبه، الاعداد. النهارده خطوه مهمه جدا يا كابتن بدر، انكم بتسهلوا على ولي الامر. طبعا مشقه من الصعيد للناس تيجي مدينه نصر فيها عناء ومشقه، وانا بستعرض دلوقتي يعني اختبارات النادي الاهلي في مدينه نصر، وشايفين اولياء اموره اعداد كبيره، واولياء الامور واقفين ورا الاسوار يعني بيتابعوا بشغف ولادهم هم في الاختبارات. كلمنا برضو عن الامال واللعيبه والاعداد اللي ما شاء الله موجوده في اختبارات النادي الاهلي في بني سويف. يعني احنا كابتن اسامه في كل المحافظات اللي رحناها الحمد لله اعداد مهوله جدا بتتوافد على اختبارات النادي الاهلي، وده موجود حتى في بني سويف. وخليني اقول لك ان قصه ان احنا قدرنا ان احنا بنشتغل في نادي كبير والنادي صاحب بطولات كبيره والنادي الرائد في افريقيا، ان احنا لازم يبقى عندنا لعيبه، يبقى عندنا تواجد في كل الاعمار السنيه. وده بيخلينا يعني على قد المشقه، الجو هنا حر جدا جدا، درجه حراره فوق 52، ومع ذلك احنا شغالين ومتواجدين علشان الاختبارات. تبدا من الساعه كام يا كابتن بدر في الحراره العاليه دي؟ من الساعه 7 الصبح. كويس، 7 صباحا يعني. من الساعه 7 صباحا عشان الولاد بس يلحقوا قبل الشمس ما تطلع. انت عارف الشمس في الصعيد قاسيه جدا وبتبقى الجو حر جدا، فبالتالي الولد ممكن يتاثر بالقصه دي، فبنبتدي بدري علشان كمان نخلص بدري وناخد منه اقصى طاقه او اقصى فنيات لدى الناشئ او البرعم اللي جاي يختبر الاختبارات النادي الاهلي. كويس. فبالتالي فيها مشقه للمدربين جامده جدا جدا جدا، لكن ده قدرنا ان احنا لازم نتعب عشان نجيب لعيب وبالتالي نطوره وبالتالي يفيد النادي الاهلي في المستقبل القريب ان شاء الله. بتسافروا كل يوم رايح جاي ولا في اقامه هناك في بني سويف عشان تسهلوا الدنيا شويه؟
لا في اقامه بني سويف لان المسافه بعيده شويه، المسافات القريبه زي السويس بنروح ونرجع، في البلاد البعيده شويه او المحافظات البعيده شويه نعسكر 3 ايام وبعدين نرجع تاني على القاهره وبعدين نبتدي نعود نشاطها تاني في محافظه تانيه جديده. تمام، اخبار المواهب ايه يا كابتن مات، خاصه ان صعيد مصر يعني منجم ذهب مليء بالمواهب في خط الصعيد كله. خليني اقول لك كابتن اسامه، انا كنت اتكلمت مع حضرتك قبل كده ان مصر مليانه مواهب ولكن هي تحتاج الى تنقيب كبير جدا وتحتاج الى خبرات كبيره جدا في التعامل في اختيارات الناشئ. انت خد بالك انت بتجيب واحد من الشارع، انت بتتخيل بعد كده هيبقى فين؟ لو انت ما عندكش الخبره او العناصر او الحاجات اللي بتختار عليها ممكن لعبك تتعدي منك، لكن في مواهب كبيره جدا الحمد لله اختار لعيبه كويسه قوي السنه دي. كويس. سوري. ان شاء الله في القريب العاجل يبقى ليهم وجود داخل فرق النادي الاهلي سواء في البراعم او في الناشئين، وده اللي هنحصره ان شاء الله في خلال التصفيات في الاسابيع القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن بدر، وانا بتكلم النهارده ومش هقول قضيه، لكن عندنا امال، عندنا طموحات، عندنا تصور للموسم الجديد ان احنا بنتكلم على تطوير مسابقات الناشئين. ايه اللي كابتن بدر رجب نفسه يشوفه السنه الجايه ما كانش موجود السنه دي من تطوير المسابقات، من تطوير الملاعب، اللاعبين، مواعيد المباريات، كل شيء؟ ايه اللي انت نفسك تشوفه السنه الجايه؟ انا نفسي اشوف البراعم بالتحديد اللي هي الاساس او القاعده الرئيسيه للناشئين ثم الفريق الاول انها ما تلعبش تحت ضغط سواء النتائج او المدربين. تمام. وده محتاج مننا كمديرين فنيين عندنا خبرات كبيره جدا في المجال ده. ان انت وفي وجود طبعا الكابتن علاء نبيل كابتن مصر والمدير الفني لاتحاد الكوره، وفي وجود طبعا المدير الفني برضو الكابتن الدكتور جمال اللي هم بيحاولوا يطوروا الكوره في مصر وبيحاولوا واساس تطوير الكوره في مصر بيجي من البراعم. طب اي حاجه عايز تطورها تطور القاعده الاول والا مش هيبقى عندك اساس تبني عليه. بالتالي انا بالنسبه لي مش عايز لعيبتي او البراعم بالذات ليها مرحله تعليميه تاسيسيه. مرحله تعليميه تاسيسيه. اذا انت ما خدتش كل عناصر كره القدم من ناحيه المهارات الاساسيه سواء في النواحي الفنيه او المهاريه وطلعت قطاع الناشئين استحاله تبقى لعيب كوره. لو ما خدتش من الاساس طلعت واخد كل حاجه سواء فنيه او مهاريه وعندك وعي استحاله تبقى لعيب كوره كويس بعد كده، هتبقى لعيب عارف بالصدفه. لعيب التاسيس مش هيبقى مظبوط من تحت بالفطره. بالفطره، لكن لما يبقى عندك اساس كويس قوي وده بيجي من خلال تنظيم البطولات للبراعم والناشئين. فرق كبير قوي ان انا اعمل مهرجان يبقى كل الناس بتلعب وكل الناس بتشارك، وفرق كبير قوي ان انا بلعب في براعم عشان اكسب واجيب كاس واعمل بطوله اصلا مش محتاجينها في المرحله السنيه دي. اي مرحله تعليميه لا يمكن باي حاله كانت مستمره من الاحوال الخبرات الكبيره اللي اكتسبتها سواء في النادي الاهلي او في الامارات او في البلاد اللي اشتغلت فيها او اللي اتعلمته ان انت لا يمكن باي حال من الاحوال تحط برعم تحت ضغط مدرب او نادي عايز بطوله، والا هيبقى عندك انت ماشي في الطريق الغير سوي. لانك انت بتضغط على ولد صغير وبتديله حاجات مش بتاعته مش هيتقبلها مش هيتعلمها مش سنه مش قوته مش سرعته مش فكره. بالتالي انت عايز تكسب، بس انت عايز المدرب مننا عايز يعمل مجد لنفسه. اذا وصلت ان انت تعمل مجد لنفسك على حساب لعيبتك صدقني انت في مرحله الضياع، وفي مرحله ضياع الكره المصريه بالكامل لو كلنا فكرنا في الفكر ده. لكن لو فكرنا ان احنا من خلال المهرجانات اللي ما لفاش نتائج وكتير قوي ولينا اساليب كبيره جدا نقدر نعمل كده ان شاء الله نعمل منتخب يعني من كل لو بنلعب مثلا 5 وجول او 7 وجول 2 من النادي الاهلي 2 من السكه 2 من الشمس 2 من النصر 2 من المقاولين ويبقوا دي الفرقه وكلنا بنلعب كلنا بنشارك اسمها مشاركه وليس منافسه. المنافسه ما بعد السنه دي. كابتن بدر بيتكلم في الكلام المهم ده، هل حصل يعني جلسه ما بينك ما بين الناس المسؤولين في اتحاد الكوره او في منطقه القاهره اي مسؤول علشان يعني كورشه فنيه حتى مع رؤساء قطاعات الناشئين مديرين الفنيين في القطاعات علشان تناقشوا الكلام ده وتحطوا الاقتراحات وبعد كده يطلعوا بتصور، ولا ما حصلش الكلام ده؟ لا والله حصل. الكابتن علاء بالامانه يعني عشان ابقى امين معاك بيتواصل وبيتكلم وبيستمع ودي حاجه كويسه قوي. يبقى المدير الفني بتاع اتحاد الكوره بالوعي ده وبالذكاء ده وهو هو جاي يطور. فبالتالي فكر واحد مش هيطور، لكن مجموعه من الافكار
تطور الكره المصريه، تطور لمصر مش تطور للانديه. انت من خلال لو ما عندكش انديه قويه ولاعيبه قويه في الانديه مش هيبقى عندك منتخبات قويه. وده بيجي من الفكر. انا باخد انا بقول فكرتي ومدير تاني بيقول فكرته والمدير الفني بتاع القطاع بيقول فكرته والدكتور جمال محمد علي بيقول فكرته، كلنا بنعمل عشان نخدم الكرة المصرية، القطاع بتاع البراعم اللي هو اساس كره القدم في مصر. طيب. فانا سعيد جدا بوجود الكابتن علاء نبيل بالامانه، يعني اخ زميل ملاعب ومتعاون جدا جدا وعنده فكر كويس. بتمنى ان يترك له مساحه يقدر ينفذ فكره. واحنا كناس مسؤولين بندير معاه، احنا في ظهره في كل اللي هو عايزه، وبكل افكارنا وكل علمنا اللي اتعلمناه وخبراتنا ننقلها للكابتن علاء، والتبعيه تتدرس الحاجات دي وناخد منها افيد حاجه تفيد البراعم وتفيد الناشئين. تمام. ده بالنسبه للبراعم، وده شيء مهم انك انت بتتكلم ان القاعده لازم تكون قاعده سليمه في التعليم الولد البرعم الصغير. طيب بالنسبه لمسابقات الجمهوريه يا كابتن بدو، حضرتك على طول متواجد مع فرق النادي الاهلي في المباريات في مدينه نصر او بتسافر مع كل الفرق، ايه اللي انت برضه بتامل ان يكون موجود السنه الجايه، سواء حتى في تسجيل اللاعبين، في قوائم اللاعبين، في الملاعب، في التسنين، في التزوير، في التحكيم، في كل الامور دي؟ خليني اقول لك يا كابتن اسامه، عشان نسرح الكره المصريه لابد القضاء على المسننين والمزورين، والا مش هيبقى عندنا منتخبات ولا عندنا كوره. لازم يكون في اهتمام وكشف دائم على النقطه دي. باي حال من الاحوال اللاعب اللي يتمسك مزور في نادي يتوقف 5 6 سنين عشان يبطل كوره. عقاب يعني ده عقاب قوي. بيبطل لعيبه هتفيد النادي وهتفيد المنتخبات. انت بتاخد حق مش حقك. انت بتاخد حق مش حقك عشان تاخد بطوله مزيفه. خليني اقول لك ان انت في كل الفرق اللي لعبناها فيها لعيبه مسننه ومزوره. على مسؤوليتي فيها لعيبه مسننه ومزوره عشان تكسب بطوله، عشان تكسب بطوله زائفه مش حقيقيه مش مستواك. انت بتاخد حاجه مش حقك، بالتالي مش هيبقى عندنا كوره. ده نمره واحد. نمره واحد، مكرر الاستثمار في كره القدم بقى كابتن اسامه، دمار للكره المصريه. طبعا دمار للكره المصريه. يعني ايه لعيب بمعنى هتدفع فلوس. بمعنى هتدفع هتلعب، هو ده الاستثمار. بالظبط كده يا كابتن مسامة. انت جبت الخلاصه. انا لعيب كوره، اذا الكوره مش هتصرف عليا وهتفيدني العبها ليه؟ انا ادفع فلوس عشان العب كوره؟ يعني هل ده يعقل يعني؟ يعني انا ادفع فلوس عشان اتقيد ب 30,000 و 40,000 وتضعف لي المسابقه بتاعتي بفرق استثماريه واكاديميات خاصه عشان تلعب معانا جمهوريه، ولا نادي يشتري فرقتين استثمار ويلعب بيهم واي حد يتقاي واي حد يلعب؟ لا لا، المواضيع دي لازم تتحط لها حدود قويه جدا. على الاقل على الاقل يبقى مثلا لو عايز تعمل بطوله جامده زي ما كابتن علاء تفضل وفكر فيها، انك تلعب بفرق اللي هي الدوري الممتاز جمهوريه. الفرق الثانيه دي العب بيها منطقه. العب بيها منطقه كله يشارك. انا ما بقولش ما حدش يشارك. انا عايز الرياضه تكتسح مصر ويبقى عندنا رياضيين ولاعيبه كوره، لكن كل واحد يتحط في الاداره السليم. تمام. كل واحد يتحط في مكانه. تمام. الموسم الجديد اتبعت لكم يا كابتن بدر المسابقات، شكل الفرق السنه اللي جايه 2003 خلاص ما بقتش موجوده، صح؟ بعت لكم رسمي. ما بقتش موجود. يعني هيكون الفريق اللي تحت الدرجه الاولى هو مواليد 2005. مظبوط يا كابتن، مظبوط. وده هو فريق الامل بقى للنادي. يعني اي فرقه تحت الفريق الاول ده فريق امل للنادي، اللي انت شغال فيه. يعني انا عن نفسي. طب فرصه وانت موجود معانا الفتره اللي فاتت، تداول واتقال هيتعمل فريق الامل في النادي الاهلي والفكره دي هترجع مره ثانيه وهيكون ده الفريق اللي بيضخ وبيمد الدرجه الاولى باللعيبه، فرصه معانا برضه تقول لنا يعني افكارك في الجزئيه دي وفريق الامل للنادي الاهلي. خليني اقول لك ان كل فرقه في قطاع الناشئين ما فيهاش 11 موهوب. ما فيهاش 20 30، انت بتقول 20 30 لعيب مش كلهم موهوبين. في ناس بتخدم على اللعيبه الموهوبه اللي هي بتعمل لها بيئه تعيش فيها. فاحنا هنجمع اللعيبه دول سواء في الاعمار السنيه القريبه من 2005 او 2007 او 2008 او 2009 ونعمل منهم فرقتين، يبقى دول بالتبعيه الفرقه 2007 و2005 دول فرقه امل للنادي، والفرقه اللي بنحضرها بعديها اللي هم فرقه 2008 و2009. يعني يبقى عندنا فرقتين امل للنادي الاهلي، بحيث ان احنا يبقى عندنا في كل مركز لعيبه ولا اثنين في حاله احتياج الفريق الاول ليهم، يبقى احنا مجهزينهم من بدري قوي يفيدوا الفريق الاول عندنا في النادي الاهلي.
وده اللي احنا قائمين عليه الفتره اللي فاتت دي. ضامنين بعض الفرق نظرا لامتحانات الثانويه العامه، انت عارف حضرتك. ففي لعيبه مش موجوده، لكن على المستوى موجوده في الاسماء، موجودين وعارفين الاسماء ان دول لعيبه موهوبين. احنا بنحاول نوجد لهم البيئه اللي يتعايشوا فيها. ما هو اي موهوب يا كابتن اسامه ودين بيئه يتعايش فيها يموت. يموت ما يعيش. فاحنا عايزين نعمل له بيئه كويسه، ماتشات في سن اكبر، معسكرات داخليه، معسكرات خارجيه، احتكاك بفرق اوروبيه. كل ده هيعود على النادي ان احنا بنجهز لعيب يمتلك خبرات وهو لسه لاعب صغير. مش لازم يبقى عنده 25 سنه ولا 23 سنه عشان الفريق اول. تمام. وانا بقول ان في النادي الاهلي احنا يعني اللي بنعكف عليه الفتره اللي فاتت دي واقفين عليه جامد جدا، ان احنا ان شاء الله يبقى عندنا لعيبه عندها 18 19 سنه تمثل الفريق الاول ان شاء الله الفتره اللي جايه دي. ان شاء الله الفكره تنجح وتقدروا تطلعوا لنا يعني، ويكون في لعيبه اكتر من قطاع الناشئين للدرجه الاولى. كابتن بدر رجب المدير الفني قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، بنشكرك شكرا جزيلا.